السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط وهو البادي كافيتيز. فكره البادي كافيتيز ان ربنا خلق في جسمنا اعضاء مهمه جدا، اورجانز او ستراكشرز مهمه. الاستراكشرز دي بتكون طريه، بتكون سوفت، فمحتاجه ان يتعمل لها زي تجويف في جسمك، بتبات في التجويف ده بحيث ان هو يعمل لها سبورت وبروتكشن، يعمل لها نوع من التدعيم ويحميها من التعرض للصدمات. بالظبط لما يكون عندك حاجة مهمة بتحتفظ بيها في مكان آمن وبتقفل عليها، هي دي فكرة البادي كافيتيز. طيب لما نيجي نبص عندنا للصورة دي هنلاقي ان احنا ممكن نقسم البادي كافيتيز لمجموعتين. في عندي مجموعة من البادي كافيتيز بتبقى موجودة في الجهة الخلفية من الجسم، فتقوم تسميها dorsal body cavities. dorsal يعني posterior أو وراء. بعد كده في مجموعة تانية بتبقى موجودة في الجهة الأمامية من الجسم، دي بتسميها ventral body cavities. ventral يعني أمامية، وطبعا واضح ان في فرق في الحجم، ان احنا عندنا الventral body cavities حجمها أكبر بكتير من الdorsal body cavities. فلو جينا بصينا أو بدأنا الأول بالdorsal body cavities هلاقي ان هو عبارة عن، ممكن نقسمها لجزئين. في عندي كافيتي فوق بيبقى بايت فيه البرين، وده بيبقى معمول بالسكال، فتقوم تسمي الكافيتي ده هوت كرينيال كافيتي. كرينيال دي يعني سكال، يعني جمجمة. بعد كده بلاقي ان الجزء الثاني عبارة عن قناة معمولة بالفقرات اللي هي بنسميها فيرتبري، فنقوم نسمي القناة ده هي فيرتبرال كانال، وبيبقى بايت فيها السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، فبرضو ممكن تسميها ايه؟ spinal canal. لما تيجي تبص على اي vertebra اللي هي الفقرة هتلاقي ان الفقرة بتتكون من جزء قدام، ده بتسميه body of vertebra، والجزء اللي ورا ده هو اتعامل زي الشوكة كده فبنسميه spine. spine يعني شوكة. وفي في ظهر البادي على طول في خرم، الخرم ده هو بتسميه vertebral foramen. foramen يعني خرم. فانت لو جيت اخدت ساجيتال سيكشن في الفرتبرا هتلاقي نفسك قطعت قدام البادي بتاع الفرتبرا اللي هو الجزء الرئيسي منها، وبعدين وراه الفرتبرا الفورامين، وبعد كده باقي الفرتبرا اللي هو هنا هيبقى السباين. هيبان عندك بالمنظر ده هو، هتلاقي عندك ده البادي بتاع الفرتبرا وبعدين في فراغ وراها وبعد كده باقي الفقرة. بعد كده لما تيجي ترص الفقرات فوق بعضها بتلاقي عندك ان الخرام جت قصاد بعضها فعملت لك قناة في العظم. ايه القناة دي؟ اللي بنسميها vertebral canal او spinal canal، ودي بتبقى مكملة فوق مع الكرينيال كافيتي، بيبقى بايت فيها الspinal cord وبتكمل فوق مع الكرينيال كافيتي، بحيث ان البرين بيبقى مكمل على طول مع الspinal cord، يعني مفيش فاصل بين التو كافيتيز. الكرينيال كافيتي متصل بالspinal cavity او الvertebral كانال. يبقى الهدف من الدورسال بادي كافيتيز انها تحمي لك السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي، البرين والسباينال كورد. البرين في الكرينيال كافيتي والسباينال كورد في السباينال كافيتي او الفيرتبرال كانال. طيب بالنسبه للانترنال اورجانز او الفيسرا اللي هي الاحشاء بتاعتنا دي هنلاقيها موجوده في الفنترال بادي كافيتيز. طيب هتبقى موجوده فين؟ يا اما هتبقى موجوده في منطقه الصدر اللي بنسميها ثوركس، يا اما هتبقى موجوده في منطقه البطن اللي بنسميها ابدومين، يا اما هتبقى موجوده في منطقه الحوض اللي بنسميها بلفس. فهنلاقي عندنا ان في منطقه الصدر اللي سميناها ثوركس هتلاقي ان في كافيتي، الكافيتي ده هو او تجويف بتسميه ثوراسيك كافيتي. ثوراسيك كافيتي. بعد كده في منطقه الابدومين والبلفس البطن والحوض هتلاقي ان في كافيتي كبير بتسميه ابدومينو بلفيك كافيتي. طيب هو ليه مش مفصول؟ لان احنا ما عندناش فاصل واضح ما بين الابدومين والبلفيس، بيبقوا الى حد ما هنعتبرهم مكملين مع بعض مؤقتا. فاحنا عندنا الفنترال بودي كافيتيز بنقسمها لثوراسيك كافيتي فوق وده بيبقى حجمه صغير شويه، وابدومينو بلفيك كافيتي تحت وده بيبقى حجمه كبير، وهنلاقي ان في فاصل ما بينهم. الفاصل ده هو عباره عن عضله بنسميها دايافرام. لما نيجي نبص للصوره دي هنلاقي ان احنا شلنا الجدار الامامي من الجسم في منطقه الثوركس ومنطقه الابدومين ودخلنا جوه، فهنلاقي ان احنا عندنا كافيتي صغير فوق ده اللي بنسميه ثوراسيك كافيتي، وعندنا كافيتي كبير تحت الابدومينو بلفيك كافيتي، وهنلاقي ان في فاصل ما بينهم. الفاصل ده عباره عن ايه؟ عباره عن عضله واخده شكل القبه،
بنسميها الديافرام اللي هي الحجاب الحاجز. لو ركزنا مع الثوراسيك كافيتي هنلاقي ان احنا عندنا اول ما شلنا الانتيريور وول بتاع الثوراكس اللي هو الجدار الامامي، لقينا ان احنا ممكن نقسم الثوراسيك كافيتي لثلاث اجزاء، في جزئين يمين وشمال بيبقى بايت فيهم اللانجس اللي هما الرئتين، دي الرايت لانج ودي الليفت لانج، وفي جزء في النص، في حاجز في النص بيفصل الاثنين لانجس عن بعض. الحاجز ده هو بنسميه مدياستاينم. مدياستاينم المدياستاينم بيبقى فيها ستراكشرز كتير، واهمها هو الهارت القلب. هتلاقي ان القلب بيبقى متغلف بغلاف، الغلاف ده بنسميه بيري كارديام. بيري يعني اراوند او حوالين، وكارديام يعني هارت. اي حاجه هتبقى مرتبطه بالهارت بنقول عليها كاردياك او كارديام. لما تيجي تبص على كل لانج هتلاقي ان كل لانج بتبقى متغلفه بغلاف اللي هو باللون الابيض ده، هو الغلاف ده بنسميه بلورا. الغلاف ده هو بيقوم يعمل لنا تجويف بتبات فيه اللانج اللي هو ده، التجويف ده هو بنسميه بلورال كافيتي. بلورال كافيتي، وبالتالي اقدر اقسم الثوراسيك كافيتي ليه رايت بلورال كافيتي، ليفت بلورال كافيتي، وميدياستاينم في النص. هنقسمه لثلاث اجزاء، البلورال كافيتيز على الاطراف او على الجوانب، والميدياستاينم في النص، واهم ستراكشر في الميدياستاينم كان الهارت اللي كان متغلف بغلاف سميناه بيري كارديوم. طيب لو جينا شلنا الانتيريور وول بتاع الابدومين اللي هو الجدار الامامي للبطن علشان نشوف الاورجانز او الاعضاء اللي موجوده عندنا، هنلاقي ان الابدومين بيبقى فيها جزء كبير جدا من الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. زي ايه؟ هنلاقي مثلا هنا دي الاستومك المعده، وهنلاقي كمان ان في عندي السمول انتستين في الصوره دي باينه اهيت، ديت اللي هي الامعاء الدقيقه، وعندي اللارج انتستين الامعاء الغليظه. معظم الامعاء الغليظه بتبقى موجوده عندي في منطقه البطن. وبنلاقي كمان الملحقات اللي موجودة تبع الجهاز الهضمي، زي مثلا الليفر اللي هو الكبد، والجول بلادر اللي باللون الأخضر دي اللي هي المرارة. وبنشوف كمان البنكرياس اللي بنلاقيه ماشي بالعرض بالشكل ده هو. وبنشوف كمان الكلى الكيدنز، عندنا الرايت كيدني كلية اليمين، والليفت كيدني الكلية الشمال. ده عندنا بارا ساجيتال سيكشن في منطقة البلفس. بارا ساجيتال يعني مش في الميدلاين بالظبط، متزحزح شوية. هنبتدي نشوف عندنا ان ده الفرونت بتاعنا او الجهة الامامية، وده الباك بتاعنا او الدورسم او الجهة الخلفية. هنبتدي نشوف عندنا الاورجانز اللي موجودة جوه البلفس. هنلاقي ان عندنا اول حاجة قبلتنا من قدام، دي عبارة عن المثانة البولية اللي بنسميها يورينري بلادر، وعندي ورا اخر جزء من اجزاء الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي اللي هو الريكتوم، وبعد كده اللي هو المستقيم. في النص ما بين اليورينري بلادر قدام والريكتوم ورا، هنبتدي نشوف عندنا الجينيتال اورجانز اللي هي الاعضاء التناسليه، ودي هتبقى مختلفه في الميل عن الفيميل، الميل اللي هو الذكر والفيميل اللي هي الانثى. في الفيميل الانثى بنبتدي نشوف عندنا اليوترس اللي هو الرحم، والجزء اللي تحت ده هو دي عباره عن الفاجينا اللي هي منطقه المهبل. ده بارا ساجيتال سيكشن في الميل. بنشوف عندنا قدام اليورينري بلادر، وورا الريكتوم المستقيم، وفي النص ما بينهم بنشوف بعض الغدد الخاصة بالجينيتال سيستم الجهاز التناسلي في الذكر. هنلاقي في عندي الغدة اللي فوق ده هي دي بنسميها السيمينال فيزيكل اللي هي الحويصلة المنوية، والغدة اللي تحت ده هي دي عبارة عن غدة البروستاتا اللي بنسميها بروستيت جلاند. وبكده نكون خلصنا البادي كافيتيز، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.